مشاهدي الكرام، هل الشهرة من كلفة وأضرار جانبية؟ تداعب الشهرة أحلام كثير من الناس يغريهم معالمها البراق وأجواءها المرصعة بالأضواء يا ساندي. صحيح فيصل، ويتمنون لو كانوا أحد المشاهير أحيانا الذين تعرفهم أعداد كبيرة من الجماهير، لكن بالمقابل قد لا تخطر على بالهم أن للشهرة ثمن يا فيصل. وأن الشخص يا ساندي صاحب الشهرة بقدر ما يكسب أشياء تكون لديه أيضا خسائر وكلفة وأضرار جانبية تؤثر على حسن سيرة حياته العادية. إذا نتعمق مشاهدينا وإياكم في الإجابة عن هذا السؤال، الشهرة هل من كلفة وأضرار جانبية؟ يكون معنا في النقاش السيدة لمى الصفدي مختصة نفسية وأسرية، والسيدة فاطمة المازمي وهي من مشاهير المؤثرين. أهلا وسهلا فيكم. صباحكم سعيد. صباح الخير. صباح الخير. الشهرة. صباح الشهرة. لمى الصفدي، لأنه ما وصلت للشهرة هنا مشاهير السوشيال ميديا. طيب. أنا سألتي على ما شاء الله ما شاء الله. أوكي فيصل. طيب خلينا نقول. تفضل يا مشهور. شكرا الله يسعدك في التوقيع. طيب خلينا نقول كيف يتغير ويتأثر نظام الحياة في الشهرة؟ لكم الحرية، مين اللي يبدأ؟ أنا رح أحكي من جانب النفسي. بيتغير لما أنا أكون شخص عادي، ما بيهمني إذا أنا طلعت من البيت بشكل عادي طبيعي، ولما أنا أحس حالي بأنه أنا شخص مشهور والأضواء علي، فبالتالي كل تصرف بيكون أمام الآخرين لابد أن يكون مراقب، لأنه أنا في عندي متابعين بيحكموا على أدق التفاصيل اللي بسويها. وأحيانا بيكون هو المثل الأعلى، يعني في أشخاص بيتابعوا أدق التفصيلة وبيقلدوها، فبالتالي بتكون مسؤولية كبيرة. لما شخص بيكون عادي، هو رضا نابع فقط من ذاته ومن البيئة البسيطة المحيطة فيه، ولكن لما يكون الرضا نابع من أنه أنا فعلا في عندي عدد 500 مليون وأكثر هم متابعين لكل شيء بحكيه بتكلمه أو بفعله، فمسؤولية كثير كبيرة. هذا رأي نفسي. ورأي فاطمة الواقعي. أنا أشوف نفس ما قالت طبعا جزء من كلامها، هو الإنسان يوم يعيش عفويته خارج وداخل النطاق اللي حول البيئة الانفيرمنت اللي هو فيه، أحس ما بيأثر عليه من جانب إيجابي وسلبي، بس بيكون محاسب ولازم في رادارات تتقمص منه الغلطات. ويوم تكون شخصيته يعني يتقمص شخصية مو بشخصيته. طيب ساندي وش رايك انت؟ انا رايي لا خلي خلي نقاش حواري نقاش حواري اصحاب الشهره عن فاطمه، يمكن رايك برضه مشهوره. انا نص نص الحمد لله. الحمد على طريق الشهره، لكن اذا في اضرار يمكن اتخلى عنه بصراحه. فاطمه بدي اسمع منك، انت كم فولوور اليوم عندك على منصات التواصل الاجتماعي؟ شوفي في السناب شات تقريبا بما يقارب 500 ونص، وفي الانستغرام 243 44 500,000 تقريبا. ايوه 500,000، وفي الانستغرام 200,000 و43. طيب لما قبل شوي كنا نقول قبل ما نبدا الحلقه كنا نقول انه انفصام، وش الثاني؟ انفصال اللي هي تخص مشاهير السوشيال ميديا اللي هم وصلوا لمرحله مره متقدمه. ليه؟ لانه نحن دائما في عندنا شيء اسمه الرضا عن الذات. انا بحياتي ممكن اعمل كثير اشياء تسعدني، ممكن مارس طقوس هوايات، ولكن انا سعيده فيها. ولكن الشخص لما بيوصل لمرحله من المراقبه على النفس اللي هو بتنفسه، ادق التفاصيل بتكون بتصير سعادته مرهونه بالاخرين، لدرجه انه هو بصير عنده انفصام وانفصال بشخصيته. يعني بصير خلينا نقول اذا انا كنت لما هاي الشخص المشهور، فانا بحياتي الخاصه شخص وامام الاخرين شخص. بعد فتره هذا الانفصال بصير متعب، بصير هذا الشخص غير مستمتع بالحياه. بعدين اغلب اللي بينشهروا هن فعلا بيوصلوا لمرحله بيفقدوا السعاده الذاتيه، فبنشوف دائما حالات الانتحار. نحن بنعرف اسماء كثير كبيره من مشاهير العالم وصلوا لمرحله يقول لك انا ما عاد سعيد، هي الشهره اتعبتني، صارت ممله، وانا مع انه كان يسعى لها طبعا يعني صح يسعى لها لين ما وصل فيها سبحان الله. ما نحن دائما بنقول الامل ببكره هو اللي بخلينا نستناه، ولكن انا اذا ما عندي امل ببكره بشيء جديد بحلم جديد، بكره بالنسبه لي هم، لانه هو يوم رح ينعد من ايام حياتي. بالفعل انا عندي فضول صار شوف مدى يعني مصداقيه هذا الكلام على فاطمه، بانه فاطمه هي احد المشاهير. هل تعاني من هذا الموضوع فاطمه، اللي هو في انفصال في شخصيتك امام الكاميرا او امام الجمهور، ولا شخصيتك الاخرى يعني مع الاصدقاء والعائله؟ هل بتعاني من هذا الانفصال؟ لا الحمد لله، ان شاء الله الله يحميكي يعني من كل الستريس والانفصال. لا شوفي، هو طبيعي ان الانسان شويه يحس بضغوطات خفيفه، لكن توني كنت اتكلم مع الدكتوره لما عن هالموضوع. صح. كنت اقول ان الشهره هم دربين، في مؤيدين وفي معارضين، وفي بين البينين. في مشهور يقدم محتوى وعارف هو شو يقدم وعنده هدف، وفي اللي يعني يدخل الشهرة
بدون فراغ يعني انه ما عنده شيء يقدمه. فاللي بيكون مقدم هو عارف هو شو جالس يسوي. وحتى بس اذا حياتك ما تغيرت؟ لا 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 ما تغيرت ابدا. فاحس انه هو شيء وايد عادي بالنسبه لي. انا عفويه بالعكس، وايد قريبه من متابعيني، متواصله معاهم 24 ساعه، ارد على كل المحادثات. برافو عليك هذا الشيء. هي لاني احس انه لولا الله ولولا اهلي ومن بعد المتابعين انا وصلت حق هالمستوى اللي انا الحين فيه. يعني نجاحي انا اربط المتابعين فيه، واقدر ارد عليهم اي وقت على استفساراتهم سواء كان متابع او متابعه. معتبرتهم عائله فيصل، انت وهذا الشيء على عائلتك الانستغراميه. لان سبحان الله المشهور مين اللي رفع غير المتابع؟ صح. انا شو بترد على المتابعين يا فيصل؟ والله شوفي على حسب، برد على المتابعين. خلينا نقول في لما في مشهور مكروه وصل لشهرة بس مكروه، في كره يعني أغلب المتابعين عندي بكرهه، وفي مشهور يعني ممكن أنت على درجة الانتحار يوصل هذا المشروه المكروه، المشهور المكروه ولكن المحبوب بالعكس لأنه محبوب وصل. ليش وصل للكره؟ هل من المحتوى أو من الشخصية نفسها؟ صحيح. بعلم الماركتينج بيقول لك الدعايه السيئه تشبه الدعايه الجيده، اثنيناتهم بيضربوا بالسوق واثنين بذاكرتنا. وهلا اذا انا بسالكم عن طفولتكم شو في ذكريات دعايات على التلفزيون اعلانات، فاكيد راح يخطر ببالكم اعلان يمكن انت كنت تحسي بالضيق وانت بتشاهديها لانه ممكن تكون سخيفه. غلس كذا. صحيح صحيح. فاذا بالتالي هو اثنين بيوصلوا، يعني المحتوى السيء والمحتوى الجيد بيصلوا، ولكن في مرحله فاصله تماما مثل ما تكلمت عنها فاطمه، بانه هي هاي المرحله اللي هي بتحدد هل أنا سأستمر وهل أنا لهيك نحن بنشوف كل سنة في عنا فقاعات، أنا بسميها فقاعات في السوشيال ميديا، بتطلع فقاعة بتستمر استمر، يا أما هي بتنتهي وتتلاشى والناس بينسوها أو بيحكموا عليها بالسوء نهائيا، أو بيكون هذا الاسم له اسم فعلا في الوجود. فإذا هو حسب المحتوى يعني. بعدين حاليا للأسف في عنا مشاهير الفضائح، يعني في ناس بيتقصدوا دائما حياتهم، السناب هو عبارة عن مشاكل، فضائح، انتقامات، محاكم، شو الهدف منها؟ هذا هو تسويق، وللأسف في متابعين ما بيعرفوا بأنه هني عم يسوقوا لأنفسهم عن طريق الفضائح والمحاكم، وبيحكي على فلان وبيشتم فلان. يعني بالنسبة لهم هدف هو يوصلوا له وهو الشهرة. صح. أكبر بغض النظر على حساب الناس الثانيين. على حساب الناس الثانيين يطلع على ظهر غيره. أفشل شيء. يعني نتمنى أنه الكل يبتعد عن هذه الطريقة. أكيد. عندي سؤال بس بعد إذنك تسمح لي. طيب. شكرا لك. فاطمة بسألك سؤال، هل تأخذين حريتك أنت يوم تطلعين؟ هل تجدين مضايقات خارجية؟ شوفي يمكن النظرات تضايقني لأن مو كل حد بيشوفني بنظرات إنه مبتسمة. فينا شوفي القبول من رب العالمين ما نقدر نختلف عليه. صحيح. بس في ناس مثل ما قال يتقبلونك، وحتى دكتور لما توا طرحت الموضوع انه في ناس يتقبلونك وفي ناس مو من طريق سواء كان محتوى ولا مو محتوى ما راح حتى لو انت شكلك مرتب يمكن ما يتقبلونك. بس في النهايه ترى يعني انا يوم اطلع ما يضايقوني، بس انه يوم اشوف مثلا حد يطالعني ومستحييني او حد يطالعني ويتكلم انه اهني انا احس مو بضايق بس اقول زين ليش ما يجونني، ليش ما يجون يسلمون علي. صح صح. هاي نتعرض لها اوقات كمان ما يعني قد واجهتي ساندي ناس تقول لك سبحان الله كنت ما اطيقك. لا حول ولا قوه. لا لا كثير تصير. لا والله كثير تصير. يعني انا في ناس والله اسولف معهم اكون قاعد معهم كذا يقول والله يا فيصل سبحان الله ما كنت أبنى. صح سبحان الله. سبحان الله. بس بالطبيعة مختلف يكون الشخص. وأنا يعني كمان صادفت هيك أشخاص بيفكروك مثلا ممكن متصنع. صحيح. أو كذا خلف الشاشة، لكن دائما العفوية. شوفي ما نقدر نحكم على الشخص من خلف الشاشة. صح. لأن أول شيء بيئة الشخص، توجه الشخص، الحياة اللي عايشنها، ضغوطاته، أنا ما أقدر أحكم عليه. صح. بس متى أحكم عليه؟ يوم أعاشرة أكمل علاقتي معاه ما يقارب السنة ونص. طب فاطمة هذا لا يتناقض مع قولك أنه أنت نفس الشخصية أمام الشاشة وخلف الشاشة؟ لا شوفي ضغوطاتي شخصيتي بيتي غير. هذا شيء. بس أنا أطلع حق المتابعين يشوفوني برا بشكلي أنا فاطمة بسوالفي بتصرفاتي نفس الشيء. يعني أنا الكاتيجوري اللي رسمته حق المتابعين شيء ما أقدر أغيره. يعني ما أقدر أضحك في الشاشة و أخبرهم أني أنا أرد عليكم، لكن من وراء الشاشة أنا ما عندي وقت حقهم
وما اقدر اضحك وياهم، هذا شيء نفس الشيء عندنا احنا بعض الاحيان نجي انا وساندي اخلاقنا هنا بس مضطرين الضحك تكون كذا. فضحتك اليوم فيصل. خلى سؤال اخير للما وسريعا جدا، شو المحاذير اللي يجب ان نراعيها في التعامل مع الاعلام والشهره بشكل عام وسريعا؟ اولا كونوا على طبيعتكم، لانه دائما الاشخاص بعد فتره يتم اكتشافهم، يعني مهما الانسان حاول يمثل فهو لا. نحن مثل ما حكيت كل شخص هو على طبيعته من المشاهير، وفعلا بنشوف حياته اليوميه رح نحبه اكثر. صحيح. النقطه الثانيه بانه دائما فرقوا ما بين انا شخص مشهور في العالم وبين انه انا لي حريتي الشخصيه، يعني اغلب اللي حكينا عنهم بينتحروا هم تناسوا ذاتهم، تناسوا مين انا، تناسوا شو هواياتي بالحياه، شو مصدر سعادتي. مهما كانت سعادتها مصدرها الاخرين، بتضل السعاده النابعه من الذاتي اهم من كل الفولورز اللي بالعالم. الله عليك. صحيح. الله عليك يا لما، درر وحكم تطلع. اذا نقول شكرا للمى الصفدي مختصه نفسيه واسريه وفاطمه المازمي، وهي من احد مشاهير السوشيال ميديا. الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم. شكرا. يومكم سعيد.